كابتن علاء، الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. دي حقيقة، وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد طبعا. لله خطوة بتقربك ل درع الدوري اللي هو بقالك سنتين انت بعيد عنه. مباراة ما شفتش في أي وقت فيها مرحلة صعوبة خالص على لعيبة النادي الأهلي خالص، يعني أنا ما جاليش شك إن ممكن المحل يرجع حتى بأداء الشوط الثاني. يعني صدق كلامي ده، بص الهدف الثالث جه إزاي يا أيمن؟ مش عارف يعني 5-2 ما بتحصلش في كرة القدم. لكن هو ده تفكير إن هو بعد آخر 10 دقايق بدأ، يعني ما فيش التزام، لأن هو ما فيش امل خلاص ان هو حتى يقدر يجري النادي الاهلي. ويجري النادي الاهلي من بدايه الشوط الاول، بدايه المباراه، النادي الاهلي بدا المباراه ضاغط، هو المستحوذ، اللعب مش في احسن حاجه، لكن ما فيش خطوره للمحله خالص. هو ده اللي خلى لعيبه النادي الاهلي يبقى لحد كبير في هدوء، ما فيش قلق. هدف في الثاني في الثالث، وكان ممكن اربع رابع او خامس سادس لو تالق احمد ميهوب، اللي انا من وجهه نظري النهارده هو نجم المباراه. النهارده عمل مباراه ممتازه، لولا النهارده الحارس المرمى ده بغض النظر عن الاسم على فكره كان ممكن يطلع 5-6 النهارده، لكن النهارده الحارس مرمى المحله عمل مباراه ممتازه. لعيبه النادي الاهلي مباراه شايف ان هي مباراه معقوله. المحله سهلت تماما المباراه على الاهلي، عشان كده انا دايما بقلق من قبل مباراه مهمه انك تلعب مباراه خفيفه زي دي. لازم نفصل، يعني ان شاء الله طبعا المباراه القادمه الموضوع مختلف تماما، مختلف في ان ده كاس، نهائي كاس، مختلف في المنافس بتاعك. المنافس بتاعك مش المحله، المنافس بتاعك مش الهلال السوداني. النهارده الاداء احسن من الهلال السوداني، انا من وجهه نظري احمد عبد القادر النهارده اداؤه احسن من الهلال السوداني، بيحاول، وده يعني ماشي، بدايه كويسه، بدايه انك تحاول دي كويسه، تحاول تقلل اخطائك تمام، تحاول تخلي تركيزك كويس معاه ماشي. مش في احسن حاله زي ما كابتن شريف اتكلم، ودايما احنا بنتكلم على حد دايما عشان الناس ما تفهمش غلط، انا دايما بتكلم على حد هنا، بتكلم على اللعيب الحريف، اللعيب اللي عنده موهبه. انا يعز عليا جدا لعيب حريف ويهمل في نفسه، انا ما يفرقش معايا اللعيب العادي. اللعيب العادي خلاص هي دي امكانياته، مش هقدر اتكلم عليك وانا عارف ان ده اخرك، لكن انا عارف بتكلم على مين. بتكلم على عبد القادر، عارف امكانياتك كويس قوي، ربنا مديك موهبه، مديك نعمه كبيره جدا، نعمتين، طلعت لعيب كوره الحمد لله كويس، تلعب في النادي الاهلي، وبتلعب في النادي الاهلي، دي نعمه انت يعني طبعا. يعني نعمه ما بعدها نعمه، حاجه فوق ما تتخيل. فالحاجتين دول لازم تشتغل عليهم بس، ولازم تقفل ودانك خالص على ان الكلام الكتير حواليك اذا كان بالمدح وي وي، لازم تبقى في قمه تواضعك. مهما بقيت كويس انا لسه، مهما بقيت كويس انا ما عملتش حاجه. اللعيبه الكبيره كده يا ايمن، اللعيب اللي بيفضل 10 و15 سنه في قمه مستواه، هو ده دايما بيقول لك انا النهارده بدايتي. صح. انا النهارده بدايتي، النهارده هو ده، دي العقليه لازم تبقى على الاقل لعيبه النادي الاهلي فيها. انا ماليش دعوه بالعقليه العامه هنا في الكوره في مصر، هنا الموضوع بجد مختلف تماما. انت في النادي الاهلي لازم هو ده هدفك النهارده، لو كنت كويس لا لسه بدري. عقليه اللعيب بتختلف من نادي لنادي طبعا، عشان النادي بيختلف طبعا، ادارتك بتختلف طبعا، والمنافسه ونجوم وكده، النادي الاهلي كله نجوم، عشان كده بقول لك لازم العقليه تختلف في ايه. طول ما انا بلعب في مكاني وحاسس ان انا كويس، ولا ده انا كويس مش هكمل، لان في نجم تاني مستني الفرصه، ووقت ما تيجي الفرصه انا هقعد بره، لان النجم التاني هو عارف قيمه المكان اللي هو فيه. دايما انا بقول كلمه، لازم تعرف المكان اللي انت فيه ايه، ده اسمه النادي الاهلي. ربنا كرمك وخدت مكانك والناس مؤمنه بيك وانك لعيب كويس وكده، كل ما عايز تقول حاجه ثبت اقدامك، مش ثبت اقدامك بس يا ايمن، دي بدايه الطريق. ثبت اقدامك، وبعد كل مباراه عملتها كويس بينك وبين نفسك كده، تروح تقول لا 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 لا، انا النهارده لسه، انا بدايه مباراه قادمه ان شاء الله هبقى احسن ان شاء الله. هو ده مفهوم العطاء، ده مفهوم النجوميه، ده مفهوم انك ازاي تبقى نجم. عشان كده العقليه في الاحترافيه بره يا ايمن، يعني في اتنين فضلوا يتخانقوا مع بعض 15 سنه، كريستيانو وميسي 15 سنه بينافسوا بعض على الكره الذهبيه، مش على احسن لاعب في العالم. ليه؟ عشان العقليه مختلفه. هو انا لا انا خدت النهارده الكره الذهبيه، لا 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 انا هدور في هو ده الصح. النادي الاهلي انا بتكلم ليه؟ النادي الاهلي عنده الملكه دي، عنده الامكانيه دي، لان المنافسه موجوده، وانت في النادي الاهلي لعب في النادي الاهلي دي حاجه شرف ما بعد شرف. وطول ما انت بتلعب في النادي الاهلي لازم تبقى احسن واحسن واحسن عشان تبقى كويس موجود في النادي الاهلي، موجود في منتخب بلدك اذا كنت موجود في مصر او خارج مصر. الحاجه كمان ان شاء الله بعد عمر طويل في الملاعب، لما يجي اسمك كده ولا حاجه تقول ما شاء الله ده كان وكان وكان وكان. هو ده لازم العقليه دي تتغير تماما.
هو احنا ليه الناس كلها يعني الحمد لله فاكره ناس كتير جدا منا؟ النهارده بس لحد دلوقتي كابتن شريف عبد المنعم فاكرينه، ما هو عشان كابتن شريف عبد المنعم حافر اسمه في النادي الاهلي في يعني في عقل وفي قلوب جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي ما تنساش حد خالص، جماهير النادي الاهلي دي يعني حاله خاصه تماما، خصوصا لما تلاقي لعيب بيبذل اقصى حاجه عنده، بيعشقه اللعيب الحريف، بيعشقه اللعيب اللي بيحب ناديه بيغير على ناديه. النهارده انا من وجهه نظر احمد عبد القادر خطوه كويسه عن ماتش السودان، بتمنى ان شاء الله النهارده برضو لسه طبعا مش مستواك لكن احسن يبدا تركيز تاني، ولازم ابقى موجود تاني. ولازم انا اللي موجود وانا الكلام ده كله لازم بيجي جوه الملعب حاجه وبره الملعب دي الاهم يا ايمن. لكن النهارده يعني ما اتكلمش كتير عن المباراه، لان المباراه النادي الاهلي سهلها الحمد لله سهلها، والمحل ما كانش عنده حاجه خالص النهارده، حتى فرص الكابتن كانت بتيجي فرص سهله جدا، علي لطفي ما اختبرش خالص، كابتن شريف اتكلم مع عربيه محمد عبد المنعم، اختبارات قليله جدا النهارده، لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي هدف في الثاني في الثالث، وكان ممكن الموضوع يزيد مبروك، وبتمنى ان شاء الله ان العقليه تختلف عن يوم الاثنين، منافس اقوى وبطوله، بتمنى يا رب ان شاء الله تضاف الى البطولات الكتيره اللي عندنا الحمد لله، ويبقى بدايه حلوه اول ما تاخد البطوله، وان شاء الله خطوه كمان على بطوله الدوري العام كده امتياز، وبعدين تبدا ان شاء الله تفكر في وقوعك في افريقيا مع نتكلم فيها ان شاء الله مع الرجاء.